أحسن الله إليكم. قال حفظه الله: وكل لفظ أوهم التشريك فاحذره لا تنطق به بفيك. نعم، كل ما أوهم تشريك المخلوق بالخالق من الألفاظ فالواجب اجتنابه، هذه قاعدة عظيمة. كل ما أوهم تشريك المخلوق بالخالق من الألفاظ فالواجب اجتنابه، هذه قاعدة ما تحتاج إلى شرح كبير. كل، أعيدها مرة أخرى بشوي شوي، كل ما أوهم تشريك المخلوق بالخالق فالواجب اجتنابه. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد، ولكن قولوا ما شاء الله وحده. ويقول عليه الصلاة والسلام: لا تقولوا ما شاء الله وشئت، الحديث بلفظ آخر. وكذلك لا يجوز لك أن تقول لأحد: توكلت على الله وعليك، لأنه لفظ يوهم تشريكك في التوكل. وكل لفظ أوهم التشريك فاحذره لا تنطق به بفيك. التشريك بين من ومن؟ طيب ما قولكم في أنت حسبي، الله حسبي وأنت؟ شرك أصغر. نعم صحيح، شرك أصغر. لماذا؟ لأنه لفظ أوهم تشريك المخلوق بالخالق. طيب أنا في كفاية الله وكفايتك، برضو شرك أصغر، لأنه لفظ أوهم تشريك المخلوق بالخالق. ولا لا؟ لولا الله وفلان، لولاك يا الله والأمير الفلاني أو قائد السفينة الفلاني أو السائق السيارة الفلاني لحصل الحادث، هذا برضو. فإذا ما نحتاج نمثل. كل لفظ أوهم تشريك المخلوق بالخالق في شيء فالواجب اجتنابه تعظيما لمقام الرب عز وجل. نعم انتبه، هذا شرك. أي شرك؟ يلا أبي أسأل سؤال، والله لو جاوبتموه سأنبسط انبساطا عظيما، وإذا لم تجيبوه سأنبسط انبساطا عظيما برضو. كلا شف، ومتى يكون هذه الصورة، أي ما شاء الله وشركا أكبر؟ هي شرك أصغر، ونحن قلنا إن الشرك الأصغر بالأصالة يكون شركا أكبر إذا قويت المساواة والتنديد. لكن كيف الآن؟ ما شاء الله وشئت شرك أصغر، هل يمكن أن تكون شركا أكبر؟ حسبي الله وأنت شرك أصغر، لكن هل يمكن أن يكون شرك أكبر؟ كيف؟ أذن الآن، أذن، بقي كم؟ 20، من ثلث. نقف بعد كم؟ قبل 10 دقائق أو 5 دقائق، ماشي. إذا كان يعتقد أن المشيئة المضافة إلى المخلوق هي بعينها المشيئة المضافة إلى الله، أو الحسب المضاف إلى المخلوق هو بعينه الحسب المضاف إلى الله، أو الكفاية المضافة إلى المخلوق هي بعينها الكفاية المضافة إلى، أرأيت؟ فمتى ما اعتقد مساواة الله والمخلوق في المشيئة، أو مساواة الله بالمخلوق في لولا، أو مساواة الله بالمخلوق في الحسب، أو مساواة المخلوق بالخالق في الكفاية أو في التوكل أو في الرجاء، فاعلم أنه انتقل من كونه شركا أصغر إلى شرك أكبر لقوة المساواة والتنديد. قاعدة هذه ممتازة، هذه قاعدة في شرك الألفاظ. كل لفظ أوهم تشريك المخلوق بالخالق فإنه يعتبر باطلا. الأخ عبد الرحمن، أخوي عبد الرحمن، مثل لي على تشريك الألفاظ. حسبي الله وشئت، وما شاء الله وحسبي. ماشي ماشي عبد الرحمن ماشي، ها عدها مرة ثانية. حسبي الله وأنت، أو نعم. طيب عبد الرحمن، تقدر تجيب لي 3 قواعد مما مضى؟ 3 بس، ما شاء الله تبارك الله، زادك الله علما ولا تعود. إيش صح؟ يا سلام يا سلام عليك. لا تدخل العقل استغلالا في غيرها. ليش قلت استغلالا؟ مو بلازم ولا لازم؟ لا، ها استغلال، ان العقل له قوه، ايوه، محدوده، ايوه، في فهم الكتاب والسنه. اذا كانت العقيده اصلا ثابته بماذا؟ فهم الكتاب والسنه. اي نعم، ثم جاء العقل تبعا لها. تبع. جميل، واصل. ثم
العبادة. ايه العبادة عن الحق. ايه ماشي نعم يعني ها لا طيب اترك اللي تبرع. قاعدة الشرك الأكبر ما هي؟ من سوى غير الله بالله ها واصل التسوية المطلقة فشرك أكبر. طيب قاعدة الشرك الأصغر بعضها هل يمكن أن ينقلب الشرك الأكبر إلى شرك أصغر؟ صدتك يا حبيبي صدناك يا حبيبي وقعت في البخ يا حبيبي. اسمع السؤال زين، هل يمكن أن ينقلب الشرك الأكبر إلى شرك أصغر؟ لا. السؤال ما هو الصحيح؟ هل يمكن؟ متى يا عبد الرحمن؟ إذا عظمت إيش؟ المساواة والتنديد. صحيح. صبوا لعبد الرحمن ها؟ ممكن هذه؟ أفدني بها؟ إذا تحسن توحيد شوية. لا لا، إذا تحسن توحيد انتقل للإسلام. انتقل للإسلام يا حبيبي. أنت قالها نكتة ولا جاد؟ نكتة خفيفة. أي ماشي نكتة ماشي. كان قال جاد علمنا عشان لعلك تكمل هذا المساء عند أهلك إن شاء الله. اقرأ اقرأ يا شيخ، ترى نمزح معك. الاسم الكريم أخوي محمود، ما شاء الله تبارك الله، أحسن الله إليك. لا بأس بهذا الذكر الابتسامات مع الدروس الطويلة، لا سيما إذا كان الإنسان أجاب بإجابة تدخل السرور على الشارح. يستدل السارح بأن ثمة قلوب تعي، ما في خسارة في الجية ولا في خسارة في الشرح والتنويع. بس عسى ما نطيح في واحد ما يعود ينكد علينا.